تطل ذكرى الرابع من آب مرة جديدة. هذه الكارثة التي لم تسقط مرفأ بيروت وجزء من العاصمة فقط، بل هي حفرت في قلوب وأجساد تأبى تخطي أو نسيان ما حصل في ذلك النهار المشؤوم عند الساعة 6 مساء. ملفين خوري، الإعلامية الزميلة النشيطة والجميلة والتي كانت في منزلها القائم في منطقة الأشرفية، فقدت عمتها وجرحت وشقيقها، ولا تزال حتى الساعة تعاني من أوجاع جسدية ونفسية. يعني صرنا ونعد سنين إذا بدك، وبعدنا واقفين مطرحنا، واقفين بأربعة آب 2020، ما تغير شيء. كانت نقطة تحول بحياتي وبحياة كتار، كانت نقطة تحول بالبلد حتى، لأنه انفجار وجريمة بهذا النوع وبهذا الحجم لهلأ ما حدا عم بيخلي التحقيق يكفي لحتى نلقط خيوطة، لحتى نحن إذا بدك نشفى من جوا إذا مش عم نقدر نشفى من برا بعد. فهيدا الذكرى بتعني لي إنه الأمل كله يلي كنا عايشين فيه بالبلد، وحتى لو كنا بأيام صعبة حتى بأربع آب 2020، يعني هالفترة كانت أيام صعبة، بس كنا راضين إنه نفقد أماننا حتى ببيتنا، كانت نقطة تحول كتير كبيرة للأمل والأمان بلبنان. نحن نحلم بقضاء مستقل شريف ونزيه يحقق بكل شجاعة وصلابة وإصرار فيما حصل قبل سنتين على أرض مرفأ بيروت. بقول لك نحن عايشين بدولة مافيات، بدولة تعودت إنها تعرف تزمت حالها مثل الشعرة من العجينة، من حيالها جريمة، كانت جريمة معيشية أو أمنية أو اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو شو ما كان. فنحن عايشين بدولة يمكن مش مثل باقي الدول مسار التحقيق بياخد مجراه بسرعة، ولا العدالة بتوصل لخواتيمها بسرعة، بس بظن إنه جريمة بهذا الحجم ما رح تنبقى مرور الكرام مثل غيرها. وختمت: لن نترك لبنان مهما اشتدت الأزمات، بل سنبقى نحلم بوطن يحقق لنا كل تطلعاتنا.